أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نقدم لكم مشروع بصفر مليم، رأس مال صفر، وتقدر بعد مدة تربح أرباح شهرية. ما نطولش عليكم أصدقائي، اللي هو الربح من اليوتيوب. فقط أنك تعمل قناة على اليوتيوب، عندك هاتف في المنزل الخاص بك، وفقط انترنت لكي تنزل الفيديوهات، وتقدر تربح أرباح شهرية انت واجتهادك. هذا هو المشروع اصدقائي اللي ننصح به الكل. مادام احنا في الصيف في عطلة، جربوا اعملوا قناة على اليوتيوب وانطلقوا وباشروا في العمل، اعملوا فيديوهات حاجات انتم تحبوها. انا كنت انطلقت وبديت، والان الحمد لله قاعد نحقق في ارباح شهرية انت والعمل الخاص بك. اول خطوة انك تعمل قناة على اليوتيوب وتتوكل على ربي. ان شاء الله نخليكم في صندوق الوصف كيف تقومون بانشاء قناة على اليوتيوب مجانا. تلقاو رابط الشرح ان شاء الله. تعملوا قناة، بعد ذلك تعملوا لوجو في في القناة الخاصة بكم، اسمكم والخلفية الخاصة بالقناة. بعد ذلك تنطلقوا في العمل في نشر الفيديوهات. بعد بطبيعة الحال احنا نعرفوا شروط اليوتيوب اللي هي 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. توصلوا لهم هذا ان شاء الله بالجهد والاجتهاد. عندما نصل الى هذه الشروط، تربطوا قناتكم اليوتيوب من داخل اليوتيوب، تربطوها بجوجل ادسنس، وبالتالي تحققوا ارباح من الاعلانات الموجودة في قناتكم. هذا مشروع اصدقائي نعتبره بصفر مليم، لانه اغلب الناس عندها هواتف، حتى هاتف عادي يعني انك تسجل الصوت فقط، والانترنت على ما اظن اغلب الناس عندها كذلك. نقدروا مع اشتراك شهري احنا في تونس ب 30 دينار، يعني مشروع نقدر نقوله بصفر مليم، وتشتغل وتربح. يمكن انا معناتها في بدايتي بديت نربح ب 5 دولار 10 دولار شهريا، صحيح هي حاجه صغيره جدا، لكن بالاجتهاد وبالصبر وبالعمل والاستمرار وليت نوصل 50 دينار في الشهر، 100 دينار في الشهر، الان الحمد لله 200 دينار 300 دينار، وانت والعمل الخاص بك. مشروع ممتاز مفتوح للجميع، لذلك انطلقوا فيه وجربوه، مجال ممتاز جدا. قدموا خبراتكم ومهاراتكم وتجاربكم مع الناس، وتقدروا تربحوا أرباح جيدة في المستقبل. هذا المشروع اللي أنا قلت لكم عليه، وأغلب الناس يعرفوا اليوتيوب ويقدروا يربحوا من اليوتيوب. حبيت نعمل فيديو القصير هذا باش نشجعكم ونحفزكم أنكم تعملوا قناة على اليوتيوب وتنطلقوا في العمل مادام عنا وقت فراغ في هذا الصيف. سواء أنك كنت مع تقرأ وعندك فترة متاع صيف وراحة، وإلا كذلك تشتغل أنت في شركة في أي حاجة كانت، تقدر تخصص كل يوم ساعة ولا اثنين باش تعمل فيديو، لكن هي تحب لها وقت أصدقائي. على كل أنا أنصحكم أصدقائي، لأنه في التعليقات مع ثم ثلاثة أربعة من الناس ولا العديد، وعندكم الحق أصدقائي أنه نقدم لكم المواقع السهلة واللي ربحها صغير. لذلك حبيت ننوع وعلى الأقل نحكي مع بعضنا، أن ما خرجتش معاكم صوت وصورة، قلت خلينا نقول لكم على الربح من اليوتيوب، لأنه ما نجمش نشرح حاجات أنا ماشي مجربها. على سبيل المثال الأفيليت ماركتينج، التسويق بالعمولة، سي بي اي، كل هذه مجالات ممتازة جدا، ما نجمش نشاركها معاكم وأنا ماشي مجربها وأنا ماشي ربح منها. ونحب نشكر الأصدقاء اللي يقولوا لي هذوما معناتها مواقع سهلة وربحها صغير، لازمك تقعد تشتغل العديد من الوقت باش تحصل أرباح. قولوا لي في التعليقات نواصل في يعني في المواقع هذه معناتها السهلة للمبتدئين لجمع رأس المال ولا لا. وأنا إن شاء الله نحاول إن نشرح المجالات القوية والممتازة، لكن يلزم نجربها ويلزم نشتغل ونربح باش نقدم لكم تجربتي الشخصية. على سبيل المثال التسويق بالعمولة، السي بي اي، والعديد من مجالات الفريلانس، يعني الربح والعمل من الانترنت مجال شاسع وواسع. انا قلت لكم اليوتيوب انطلقوا فيه، اخدموا وصبروا واستمروا في العمل، وان شاء الله توصلوا الارباح جيدة. يعني الاستثمار هذه بصفر مليم نجم نقوله، لانه عنا هاتف عنا انترنت ونشتغل في العمل. فقط انك تدخل صوتك في الهاتف وتعمل كابتور فيديو ومع تتلصق وتربط الصوت بالصورة وألا بالفيديو، وتعمل مونتاج خفيف، تقدر تحمل تطبيق مونتاج وألا كأنك تشتغل على الحاسوب تعمل مونتاج
وتهبط الفيديوهات باستمرار تقدر توصل الحاجات ممتازة. كما تعرفوا أصدقائي المحتوى اللي نقدم فيه ما يتطلبش برشا يعني مونتاج وإمكانيات، فقط إمكانيات صغيرة واستثمار بصفر مليم. نعاود ونكرر أصدقائي، الباب مفتوح للجميع، فقط صبر واستمرار. على فوق الجميع، كان تحبوا نزيدوا نتحدثوا على اليوتيوب ورح من اليوتيوب، لأنه فيه عديد من الطرق مش من جوجل أدسنس فقط. كذلك تحبوا نقدم لكم بدائل إلى اليوتيوب وجوجل أدسنس، موجود شركات ومواقع مثل اليوتيوب هي بدائل لكن أرباحها أقل بطبيعة الحال. سامحوني طولت عليكم، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمة، نظر وصوت أسرة يمكن الأسبوع القادم، وإلا نخرجوش في لايف. على وفق الجميع، وإلى اللقاء، واللي عنده أي استفسار أو تساؤل يجي متواصل معنا على صفحتنا الرسمية. إلى اللقاء.